بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. اليوم مباراة الحلم، مباراة التاريخ، مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، بطل ألمانيا بطل أوروبا في مواجهة بطل إفريقيا في نصف نهائي كأس العالم للأندية. هي مواجهة حاسمة، فهل سيتمكن بطل إفريقيا من الإطاحة ببطل أوروبا ويكتب تاريخ جديد في الكرة العالمية؟ سنتابع اليوم بالتأكيد هذه المباراة اللي جماهير النادي الأهلي بتنتظرها بشكل كبير جدا، والجماهير الكرة العالمية مهتمة بهذا الحدث الكبير سواء في أوروبا أو حتى في القارة الإفريقية. حدث زي ما قلنا حدث كبير جدا، مباراة الحلم بالنسبة للنادي الأهلي. عشان كده سؤال حلقة النهاردة وقبل 3 ساعات من موعد المباراة، كل واحد يدخل يشارك معنا في الإجابة على هذا التساؤل: توقعاتكم لنتيجة مباراة النهاردة بين الأهلي وبايرن ميونخ؟ إن شاء الله بإذن الله نتمنى التوفيق والأهلي يتخطى، لكن طبعا عايز أسمع يعني أقرأ كل تعليقات المشاهدين والمتابعين من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض كل الأراء والمشاركات في الإجابة على هذا السؤال وتوقعاتكم لهذه المباراة. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي بعد 3 ساعات، الأهلي وبايرن ميونخ. كمان في ترند الأهلي، الأهلي يسعى لكتابة التاريخ والتأهل لنهائي المونديال. وأخيرا اهتمام إعلامي عالمي لقمة الكبار. طبعا مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في ألقاب وفي بطولات، وبنتكلم عن تاريخ كبير جدا. بايرن ميونخ بطل أوروبا، عامل سلسلة من الإنجازات تحديدا في عام 2020، حقق خماسية وبيسعى للسداسية. الأهلي حقق الثلاثية وبيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في البطولة. إن شاء الله بإذن الله كل شيء وارد تكون الرباعية. لو أستعرض معاكم عدد ألقاب الأهلي وبايرن ميونخ طبعا قبل مباراة اليوم، لو بنتكلم في عدد الألقاب، الدوري النادي الأهلي في مصر حقق الدوري 42 مرة، في ألمانيا بايرن ميونخ حقق 30 مرة. الكأس المحلي 37، الأهلي فاز بالكأس 37 مرة، بايرن ميونخ فاز بالكأس 20 مرة. كأس السوبر المحلي الأهلي فاز به 11 مرة، بايرن ميونخ 9 مرات. دوري الأبطال الأهلي عمل التسعة هذا العام، 9 دوري أبطال إفريقيا، وبايرن ميونخ حقق 6 خلال هذا العام. كأس السوبر القاري الأهلي فاز بالسوبر الإفريقي 6 مرات، بينما بايرن ميونخ فاز بالسوبر الأوروبي 2 مرات. وفي كأس العالم للأندية الأهلي طبعا بيعمل نتائج جيدة، لكن لم يسبق له الفوز بهذه البطولة، لكن بايرن ميونخ سبق ليه الفوز بكأس العالم للأندية عام 2013، البطولة اللي أقيمت في المغرب، وكان النادي الأهلي مشارك في هذه البطولة، وهي آخر مشاركة للأهلي، وكانت أيضا آخر مشاركة لبطل ألمانيا البافاري. طيب في تفاصيل كتيرة وعندنا موضوعات مهمة، وبإذن الله هنتابع قدر الإمكان المتابعة الحية للبعثة هناك قبل 3 ساعات من مباراة الأهلي وبايرن ميونخ. لكن أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا المزيد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما ادخل في التفاصيل واشرح بالتاكيد هذا المقطع وهذا الفيديو اللي بالتاكيد عامل صدى كبير جدا من خلال السوشيال ميديا، لازم اتوجه بالشكر والتقدير للاستاذ جمال جبر مدير اداره الاعلام في النادي الاهلي، ولكل القائمين على العمل في اداره الاعلام بالنادي الاهلي. الديجيتال ميديا في النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره بصراحه عامله شغل عالمي جدا، وحاليا النادي الاهلي في افاق عالميه في شغل الديجيتال وشغل الميديا مع اكبر الانديه الاوروبيه. هذا الفيديو بالتأكيد بنتكلم على توماس مولر وألفونسو ديفيز، طبعا نجمة فريق بايرن ميونخ، وبيتكلموا عن الفريق اللي ما واجهش البايرن في نهائي كأس العالم للأندية. بيتكلموا عن الرجاء المغربي وبيتكلموا على أكثر من نادي، لكن طبعا بقى دخول أسطورة الصخرة، أسطورة دفاع النادي الأهلي ومنتخب مصر، نجم الكرة المصرية، صخرة الدفاع، الكابتن وائل جمعة. أنا وائل جمعة مدافع النادي الأهلي، أفضل مدافع في إفريقيا، إداهم الإجابة النموذجية النادي الأهلي. توماس مولر حتى في حديثه بيتكلم من خلال المقطع الفيديو بيقول: أنا واجهت الأهلي قبل كده، لكن مش متذكر كانت في مباراة نهائي كأس العالم للأندية ولا لأ. طبعا هي كانت مباراة ودية وأقيمت طبعا
في موسم 2012، والبايرن فاز بصعوبه كبيره جدا. بايرن ميونخ فاز على الاهلي بهدفين مقابل هدف، وقدر الاهلي يعمل مباراه كبيره. طبعا الالمان فاكرين طبعا هذه المباراه، وتوماس مولر كان احد لاعبي هذه المباراه مع توني كروز وريبيري واكثر من لاعب، ومانويل نوير طبعا حارس المرمى. نقدر النهارده ان شاء الله نعمل مباراه كبيره في مواجهه البافاري بطل اوروبا حائل الخماسيه وبيسعى للسداسية. لكن إن شاء الله بطل إفريقيا النهاردة هيشرف الكرة الإفريقية في مباراة العالم كله أكيد هيتفرج عليها. طيب عايزين نطمن بقى عن البعثة والاستعدادات وآخر الأخبار قبل حوالي 3 ساعات إلا ربع ومباراة اليوم بإذن الله، وخاصة بعد ساعة من الآن الفريق إن شاء الله بإذن الله هيكون في ملعب أحمد بن ريان استعدادا لمواجهة بايرن ميونخ الألماني. لذلك في هذه اللحظات أذهب مباشرة إلى أمير هشام موفد قناة النادي الأهلي عشان يطمننا على آخر الاستعدادات ويقول لنا ماذا يدور في ذهن بيتسو موسيماني في هذه اللحظات قبل مواجهة بطل أوروبا. مساء الخير يا أمير. مساء الفل عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. هو حدث للتاريخ في كل الأحوال، احنا محظوظين ان احنا بنغطي هذه المباراة حتى لو بنغطي كواليسها بس، فدي حاجة يعني بالنسبة لنا كبيرة جدا جدا، سواء انا او انت النهاردة عامل سؤال للحلقة، سؤال مهم جدا، توقعاتك لنتيجة الأهلي وبايرن في نصف نهائي كأس العالم، ده لوحده حاجة تاريخية كبيرة جدا. تخيل انت طالع الحلقة النهاردة يا محمد وتقول تتوقع نتيجة مباراة الأهلي وبايرن ايه؟ يعني حاجة كبيرة جدا جدا، لأن دي مباراة رسمية، لعبوا مع بعض قبل كده مباريات ودية، لكن الرسمي غير الودي، فبالتالي هو حدث تاريخي في كل الأحوال. وفي تفاؤل يا أمير كمان. نتمنى للأهلي يكون موفق فيه، نتمنى فعلا يا محمد بصراحة في تفاؤل كبير عند عدد كبير جدا من افراد البعثه بصراحه، وعند عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي، ودي حاجه جيده ان شاء الله، يعني التفاؤل ده يجي بشكل ايجابي ويحقق نتيجه كبيره بالنسبه للنادي الاهلي النهارده. النتيجه كبيره بالنسبه لنا هو التاهل لكاس العالم، ايا كانت النتيجه كام، يعني المهم ان احنا نوصل لنهائي كاس العالم ان شاء الله، عشان يبقى خلاص التاريخ يعني بيتكلم عن نفسه. النادي الاهلي طبعا فريق كبير وعنده تاريخ عظيم، بس هي حاجه هتضاف لتاريخ النادي الاهلي ان هو يوصل لنهائي كاس العالم من خلال بوابه باير ميونخ. لكن خليني اتكلم معاك بخصوص اجواء ما قبل هذه المباراه، واحنا خلاص ساعات قليله جدا على انطلاق صافره البدايه. النهارده برنامج الفريق كان بسيط جدا، وجبه الفطار كانت صباحا، وبعد كده الغداء كان في تمام الساعه 3 عصرا، كل ده بتوقيت المونديال. الساعه 5 كان سناكس، يعني شاي وكيك كده بسيط، والساعه 5:30 تحديدا ومن قبل دلوقتي بحوالي 45 دقيقه كانت ابتدت المحاضره الأخيرة لمستر بيتسو موسيماني مع لاعبي النادي الأهلي، والتعليمات الأخيرة والنقاط اللي ركز عليها بشكل نهائي في هذه المحاضرة، وخدت وقت شوية، وطبيعي إن هي تاخد وقت، أنت هتلاعب بايرن، إيه استراتيجيتك؟ هتعمل إيه في المباراة دي؟ أكيد مستر موسيماني قرر خلاص بشكل نهائي. ساعات قليلة كمان نعرف تشكيل النادي الأهلي في هذه المباراة، ولما نشوف المباراة كمان هنشوف أسلوب النادي الأهلي والتكتيك الخاص بمستر بيتسو موسيماني في كيفية التعامل مع فريق بايرن ميونخ الصعب، أفضل فريق في العالم. الأمور ماشية بشكل جيد جدا، كل اللاعبين جاهزين نفسيا طبيا فنيا بدنيا لهذه المباراة بإذن إن شاء الله. أتمنى لهم كل التوفيق يا محمد. أنا معاك. طيب، لو في أي استفسار اتفضل. من خلال متابعتك للمعسكر وقربك من اللاعبين والجهاز الفني، ماذا يدور في ذهن بيتسو موسيماني؟ الكلام اللي ممكن في الكواليس اتكلمت معاه، شعوره وإحساسه، بيفكر إزاي في هذه المواجهة؟ خليني أقول لك يا محمد إن لحد أول امبارح تحديداً، وكانت بداية الاستعدادات للنادي الأهلي لهذه المباراة من خلال مران الأهلي المسائي، كان في فكرين في ذهن مستر بيتسو موسيماني، بيفكر في تفكيرين بالظبط عشان يلعب بيهم هذه المباراة. تفكير ما وتفكير آخر من غير ما نتطرق ونستفيض في الحديث عن ما يدور في ذهن مستر بيتسو موسيماني، لكن خليني أقول لك كمان إن هو استقر بشكل نهائي عن الشكل اللي هيلعب بيه والفكر اللي اختاره من الخيارين اللي كانوا قدامه امبارح في المران الأخير بالنسبة للنادي الأهلي. خلينا ننتظر ونشوف هيعمل ايه في الماتش، لكن الراجل هادي قوي، يعني انا شفته في مقر الإقامة هادي جدا، مش نيرفس، مركز، هدوء مع التركيز مع ثقة،
حاجة كويسة جدا، وهي ثقة دي جاية لأنه هو طبعا مدرب كبير وفي نفس الوقت هو بيقود فريق القرن في أفريقيا، يعني أفضل فريق في أفريقيا وبطل القرن وبطل البطولة الأفريقية في النسخة الأخيرة والتسع مرات، فيعني طبيعي جدا يكون عنده ثقة، لكن ثقة مع حذر شديد جدا من هذه المواجهة مع فريق قوي طبعا زي فريق بايرن ميونخ، لكن هدوءه منقول للعيبة بالشكل الأمثل، وده كان مطلوب قوي يا محمد بصراحة، لأن أنت تبقى نازل المباراة دي تبقى هادي، ما تبقاش قلقان، ما تبقاش خايف، أنت بطل، بطل قارة كبيرة جدا وهي القارة الأفريقية، أنت في نفس الوقت بتلبس تي شيرت أفضل فريق وأحد أفضل الفرق في العالم هو النادي الأهلي بكل تأكيد، فلازم يكون عندك ثقة في نفسك قوية جدا، لعيبة النادي الأهلي واثقين في نفسهم واستعدوا خير استعداد لهذه المباراة. طيب المباراة طبعا في حال التعادل السلبي أو الإيجابي في الوقت الأصلي هنروح لل 30 دقيقة وقت إضافي اكسترا تايم، ثم بعد ذلك ركلات الترجيح من نقطة الجزاء. هل الفريق اتدرب على ضربات الجزاء؟ فكرة المعدل اللياقة البدنية عشان المباراة ممكن تصل ل 120 دقيقة؟ خليني اقول لك ان بالفعل يا محمد الفريق امبارح مع نهايه المران كل اللاعبين اتمرنوا على ضربات الجزاء الترجيحيه بما فيها حراس المرمى نفسهم، سواء كانوا بيحاولوا يصدوا ضربات الجزاء الترجيحيه من قبل اللاعبين في مختلف المراكز او حتى هم اللي يسددوا، لان انت مش عارف الامور تمشي لحد فين حتى في ضربات الجزاء الترجيحيه، لكن كان في تدريب على الجزئيه دي بشكل قوي جدا، وخصص مستر بيتسو موسيماني جزء مع نهايه المران للتدريب على ضربات الجزاء الترجيحيه اللي شهدت تألق معظم اللاعبين بالمناسبه في تسديد هذه الركلات. كمان مستر بيتسو موسيماني ركز على الكور الثابته بشكل كبير، من ضمن برضو النقاط اللي كان مهتم بيها قوي في تدريبات النادي الاهلي. لكن انت اتكلمت كمان على جزئيه مهمه قوي والجانب البدني، ولما تيجي تتكلم على الجانب البدني هتلاقي طبعا ان الالمان هم يعني السباقين في الجزئيه دي ودايما بيبقوا واقفين على رجليهم ما شاء الله بدنيا في كل الاشواط يعني طبعاً. في الحقيقه لكن بالظبط يعني، لكن خليني اقول لك ان فعلا لعيبه النادي الاهلي كمان بدنيا ممتازين واقفين على رجلهم كلهم، امبارح في التدريبات كانوا بشكل جيد جدا الحمد لله، ما فيش اي اصابه خالص، الكل متاح لمستر بيتسو موسيماني والكل جاهز بدنيا زي ما قلت لك، وكان التجهيز في الجانب البدني عباره عن بعد ممرات الدحيل تحديدا يعني تدريبات استشفائيه وتدريبات بدنيه خفيفه وتدريبات كوره، عشان كده الاهلي عنده مخزون بدني جيد واحنا عندنا طبعا جهاز فني ممتاز يقدر يتعامل في مثل هذه الامور يعني أكيد. فكل التوفيق للنادي الاهلي محمد باذن الله تعالى، يا رب ان شاء الله، يا رب ليه لا ان شاء الله نعمل النهارده انجاز تاريخي باذن الله. امير هشام موفد قناه النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات، وعايز اكد لحضراتكم يعني الساعه دلوقتي 5:30 المفروض الفريق هيتحرك بالظبط بعد حوالي نصف ساعه، لان الفريق لازم يكون موجود في استاد احمد بن علي الساعه 6:30 طبقا للاجراءات والقواعد الفنيه اللي قالها الاتحاد الدولي والحمد لله انفردنا بيها خلال الايام القليله الماضيه. اخرج الى فاصل، بعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، زي ما احنا شايفين بنعيش لحظات استثنائيه وايام استثنائيه مع مباراه حدث فريد، طبعا مباراه الاهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كاس العالم للانديه، لذلك في هذه اللحظات لازم نلقي الضوء على اهتمام الاعلام والصحافه في المانيا على هذه المباراه، بطل اوروبا البافاري كيف سيواجه بطل افريقيا النادي الاهلي نادي القرن، لذلك في هذه اللحظات برحب بالصحفي الالماني كونستانتين ايكنر الصحفي الالماني في اذاعه البي بي سي، طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. بوجودي معكم مع قناه الاهلي، اهلا وسهلا. عايز اعرف بدايه انطباعك على الديجيتال ميديا والتعاون المشترك ما بين النادي الاهلي وبايرن ميونخ، ولسه كنا بنسمع من شويه وبنشوف تحدي اللغات بين نجوم النادي الاهلي ونجوم الكره في نادي بايرن ميونخ. اجده شيء رائع على وجه الخصوص، هو تحدي اللغات فهو يعكس تبادل الحضارات والثقافات ليس فقط تحدي اللغات، استخدام لغة الضيف أو العكس فهو شيء ممتع، وكان فيديو بالنسبة لي فيديو رائع، فيديو رائع أكيد وعمل ردود فعل إيجابية جدا. طيب على مستوى المباراة وعلى المستوى الفني كيف ترى هذه المباراة وكيف اهتمت وسائل الإعلام والصحف في ألمانيا بمتابعة هذه المباراة؟
بطبيعه الحال هي مباراه شيقه، مباراه رائعه. الاهلي وبايرن ميونخ كانوا قد واجهوا البعض مباراتين وديتان في عام 1977 اعتقد ذلك، وكانت مباراه وديه اخرى كانت مباراتان رائعتان، ولكنهما كانت وديتين. انا اعلم جيدا واعرف النادي الاهلي كصحفي، اتابع النادي الاهلي بشكل مستمر، فريق قوي وفريق رائع. ومن وجهة نظري ارى ان الفريق البافاري يحترم خصمه ويحترم الفريق بطل افريقيا النادي الاهلي. بالطبع بالتأكيد الصحافة في ألمانيا والإعلام تناولوا أهمية المباراة وتحدثوا كثيرا عن هذا اللقاء المرتقب، وذكروا بالطبع لعيبة معينة في النادي الأهلي، ذكروا اسمهم في الصحافة وتحدثوا عن الإنجازات والبطولات، وخصوصا هذا الفيديو كما ذكرت في بداية كلامي هو يعكس بالطبع تبادل الثقافات والحضارات وتناولته الصحافة أيضا. أكيد. طيب، من خلال العناوين اللي كتبتها الصحف الألمانية، أبرز العناوين اللي كانت متصدرة المانشيتات أو وكالات الأنباء والصحف خلال الساعات الأخيرة، أبرزها كانت إيه؟ عموما كان شيء رائع فعلا، رأيت وقرأت منشتات وأخبار متنوعة، وأخصها وأبرزها كانت من وجهة نظري التاريخ التي تناولته بعض الصحف، تاريخ النادي الأهلي وبطولاته وإنجازاته. هذا هو الأبرز، هو شكر للنادي الأهلي من وجهة نظري ما فعلته الصحافة، وهو شيء خاص، شيء رائع وحدث رائع عندما تناولت الصحافة هذا في ألمانيا. طيب، كارل هانز رومانيجا طبعا رئيس النادي والمسؤول عن فريق الكرة في نادي بايرن ميونخ، كان ليه تصريحات عديدة خلال الساعات الأخيرة بخصوص هذه المباراة وتأخر وصول البعثة طبعا لكأس العالم للأندية. كيف تابعتم هذه التصريحات ومدى تأثيرها على استعداد فريق بايرن ميونخ لمواجهة الأهلي اليوم؟ ما حدث هو شيء ليس جيد من وجهة نظري، شيء وجده رئيس بايرن ميونخ شيء للأسف أغضبهم جميعا. بالتأكيد أثر ذلك على استعدادات الفريق البافاري، وقد خسر يوما من الاستعدادات، يوما كاملا بسبب هذا التأخير، مما قد يؤثر على الاستعداد الكامل للمواجهة المرتقبة في نصف نهائي كأس العالم. خسر الفريق البافاري هذا اليوم من وجهة نظري، وفعلا أثر عليهم بالطبع. هل ترى أنه سيؤثر على الماكينات الألمانية في مباراة اليوم، خاصة أن كلمة الماكينات دي بتطلق على الفرق الألمانية بسبب أدائها البدني المتميز، الأداء الفني العالي، هل هذا الحدث ممكن يؤثر على الاستعداد الفني للفريق؟ ليس بالكثير، أعتقد قد يؤثر بعض الشيء، ولكن يومين من وجهة نظري هم كافيين، خصوصا الفريق البافاري يعتاد مثل هذه المواقف. بالطبع بالتأكيد كما ذكرت حضرتك يسمون بالماكينات، فعلا فهم ماكينات يستطيعون التأقلم والتعامل مع مثل هذه المواقف. طيب، سريعا في إجابة مختصرة، هل التشكيل ممكن يكون فيه النهاردة تغييرات؟ ممكن يبدأ بإراحة عدد من العناصر الأساسية هانز فليك، ولا يبدأ بالتشكيلة الأساسية القوة الضربة؟ أعتقد ذلك ليفندوفسكا ومارتينيس وانجوريتسكا ليسوا مع الفريق بسبب الإصابة بفيروس كورونا، فهم أبرز الغيابات من وجهة نظري، ويعد من التشكيلة الرئيسية الأساسية. ألابا موجود وبقية اللاعبين،
أعتقد أنهم سوف يأخذون اللقاء بشكل جيد ولا هزار في ذلك من وجهة نظري. سوف يتعاملون بجدية، هم يحترمون الخصم النادي الأهلي. في نهاية الأمر المدرب الفريق هانز فليك سوف يقرر على حسب التشكيلة. التشكيلة ليست واضحة حتى الآن من وجهة نظري. كونستانتين إيكنر الصحفي الألماني في البي بي سي، أنا بشكرك شكرا جزيلا كل هذه المعلومات، ونتمنى النهاردة نتابع مباراة على أعلى مستوى بين فريقين كبيرين عملاقين، بطل إفريقيا في مواجهة بطل أوروبا. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مستمرين مع حضراتكم في استعراض باقي فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد. هنستعرض مع بعض المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا للحديث عن آخر التفاصيل والاستعدادات لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ. طيب نبدأ مع بعض من الصفحة الرسمية للنادي الأهلي. طيب أول حاجة معايا صورة جماعية لفريق النادي الأهلي واللاعبين أفشا، ديانج، أيمن أشرف، طاهر، محمد هاني، الشناوي، السلية، علي معلول، وعنوان الصورة أنت بتلعب للأهلي إياك تنسى الأمجاد. إن شاء الله النهاردة بإذن الله هيكون في مجد جديد من أمجاد النادي الأهلي. أيضا كمان من الصفحة الرسمية لقناة النادي الأهلي والحساب الرسمي على الإنستجرام كتبوا اليوم كأس العالم للأندية، الأهلي من أجل مواصلة كتابة التاريخ مواجهة قوية بين بطل إفريقيا وبطل أوروبا بايرن ميونخ، وتوقيت المباراة النهاردة الساعة 8 بتوقيت القاهرة. طيب كمان لا يوجد مستحيل، كل شيء وارد في كرة القدم. ده كلام كان مهم جدا من خلال حساب جول كتبوا لا يوجد مستحيل في كرة القدم، 90 دقيقة لكتابة التاريخ، وعليها طبعا أبرز اللاعبين الشناوي وعلي معلول ومحمد مجدي أفشة. طيب فكرة التشكيل وماذا يدور في ذهن بيتسو موسيماني؟ يلا كورة النهاردة بيتكلم على تشكيل الأهلي المتوقع، كيف يفكر موسيماني لمباراة البايرن، وكاتبين من وجهة نظرهم التشكيل ممكن يبدأ به الأهلي. الشناوي، أيمن أشرف، بدري بنون، محمد هاني، ما بين قوسين أكرم توفيق، علي معلول، ثلاثي في خط الوسط ديانج، السلية، حمدي فتحي، وفي الأمام طاهر وشريف وحسين الشحات ومحمد شريف، أو ما بين قوسين والتر بواليا. في تفاصيل متعلقة بهذا التشكيل وفي كلام مهم جدا، لكن كل ده هقوله معاكم بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. مواجهة منتظرة زي ما انتم شايفين، محمد الشناوي، مانويل نوير، حارسين كبيرين عملاقين، بطل إفريقيا مع بطل أوروبا. طيب هنستعرض مع بعض باقي الجزء المتعلق بترند الأهلي. كنت بكلمكم على تشكيل الأهلي المتوقع لفريق البايرن، لكن زي ما انتم شايفين فريق بايرن ميونخ هيبقى عنده أكتر من أسلوب لعب وطريقة هستعرضه في المحتوى اللي جاي، لكن تشكيل الأهلي ما بين الفكرة أكرم توفيق أم محمد هاني، بواليا أم محمد شريف، كهربا ممكن يكون عنصر إضافة في أي وقت من زمن المباراة. طيب هكمل مع حضراتكم باقي الكلام، وبخصوص برضو التشكيل المتوقع لفريق بايرن ميونخ من خلال الحساب الرسمي ليلا كورة. قالوا ان ليفاندوفسكي، طبعا روبرتو ليفاندوفسكي مهاجم الفريق وافضل لاعب في العالم، هيقود خط الهجوم. طيب نستعرض التشكيل. مانويل نوير في حراسه المرمى، بنجامين بافار، جيروم بواتينج، ديفيد الابا، الفونسو ديفيز، يوشا كيميتش، تولوسو، سيرجي جرابري، توماس مولر، كينجسلان كومان، وليفاندوفسكي مهاجم الفريق. فرقه طبعا فيها امكانيات واطراف ولاعبين على اعلى مستوى، توماس مولر تحديدا من اللعيبه الجوكر اللي هو يقدر هانز فليك يلعب بيه في اكتر من مركز، ممكن يغيروا طريقه اللعب من 4-1-4-1، ممكن يلعبوا بالطريقه المعتاده 4-2-3-1، كل ده انا هتعرف عليه النهارده وقت ما يعلن التشكيل الساعه 6:30 بتوقيت القاهره. طيب اخر حاجه معايا من الحساب الرسمي اللي في الجول بيتكلموا على ان جماهير الاهلي بتنتظر منه الكثير. مين؟ حسين الشحات، قاهر فريق الدحيل. طبعا ارقام حسين في 8 مباريات لعبها بقميص الاهلي هذا الموسم قبل مواجهه بايرن ميونخ عمل ارقام مميزه. في 8 مباريات ساهم في 5 اهداف وسجل 3 اهداف وصنع اسيست هدفين. ارقام حسين طبعا على اعلى مستوى خلال هذا الموسم من خلال انجازاته او ارقامه تحديدا في دوري ابطال افريقيا او حتى كاس العالم للانديه وفي الدوري المصري. حسين من اللعيبه بالمناسبه هو رقم 5 من كل لاعبي العالم اللي شاركوا في كاس العالم للانديه اللي لعب في هذه البطوله من خلال ناديين، لعب مع العين الاماراتي ولعب مع النادي الاهلي. 5 لعيبه بس على مستوى العالم اللي لعبوا في البطوله دي مع ناديين مختلفين، من ضمنهم حسين الشحات نجم النادي الاهلي. طيب هنستعرض مع بعض ايضا كمان المشاركات في السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، توقعاتكم لمباراه الاهلي وبايرن ميونخ. طيب نبدا مع بعض ونشوف بقى جرعه التفاؤل.
إبراهيم مكي بيقول 1-0 في نهاية الشوط الثاني. محمد حسين الأسواني بيقول إن شاء الله 1-0 للأهلي. أدهم بيقول إن شاء الله الفوز للأهلي والتأهل للمباراة النهائية. إسلام عبد الله بيقول الأهلي هيكسب إن شاء الله، وبعيدا عن النتيجة هنفضل فخورين برجال الأهلي والشباب دول. نسمع حسن بتقول 2-1 للأهلي بإذن الله. الأهلي لا يعرف المستحيل، مفيش حاجة بعيد عن ربنا. بالتوفيق لرجالة الأهلي قدها وقدود. محمد عبد الفتاح 2-1 للأهلي. كل الآراء كلها رايحة في إطار الأهلي هيفوز يا رب. عبير العدل بتقول 2-1 للأهلي، المستحيل ليس أهلاوي. وإبراهيم جمال سلام بيقول 1-0 للأهلي بإذن الله. الأهلي لا يعرف المستحيل ومفيش حاجة بعيد عن ربنا. بالتوفيق لرجالة الأهلي. آخر حاجة معايا سريعا، محمد هشام بيقول نتمنى أن يقدم الأهلي مباراة تليق ببطل مصري جدير بالاحترام في الوسط الرياضي، لا في مصر فحسب بل في العالم كله. تامر بيقول متفائل جدا ولله الحمد، إن شاء الله الأهلي هيكسب يا رب بإذن الله يا تامر. طيب قبل حوالي ساعتين إلا ربع أو ساعتين إلا 10 دقائق من مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، عندنا لقطات حصرية من توافد جماهير النادي الأهلي إلى استاد أحمد بن علي في ملعب نادي الريان استعدادا لخوض هذه المباراة. زي ما انتم شايفين طبعا توافد جماهير النادي الأهلي ورابطة المشجعين استعدادا لمؤازرة الفريق ومساندته. عدد جماهير النادي الأهلي المتواجد في الملعب النهاردة سيتخطى أكثر من حوالي من 8 إلى 10 آلاف متفرج. السمة الغالبة هتكون لجماهير النادي الأهلي. بشكر بالتأكيد رابطة المشجعين، بشكر بالتأكيد الزميل العزيز الإعلامي القدير والكاتب الصحفي الأستاذ محمد الجزار، عامل تغطية متميزة وبعت لنا طبعا كل الفيديوهات للجماهير. الجماهير حتى موجودين في المترو بيقولوا هناك طبعا في أرض المونديال الخط الأخضر، لكن الخط الأخضر النهاردة اكتسى باللون الأحمر تشجيع النادي الأهلي زي ما انتم شايفين وهم رايحين لاستاد احمد بن علي استعدادا لمؤازره ومسانده الاهلي في هذه المباراه الكبيره. باذن الله ان شاء الله هكون معاكم بكره، وباذن الله نحتفل بالتاهل. كل شيء بيد ربنا سبحانه وتعالى. التوفيق باذن الله هيكون ان شاء الله يكون حلفنا. الناس بتستعد والناس بتشتغل، وفي النهايه التوفيق من عند ربنا. الناس كلها عملت اللي عليها، وصلت لمرحله متميزه، نصف نهائي كاس عالم، العالم كله بيتكلم عن بطل افريقيا، لان احنا ملوك اللعبه. شكرا لحضراتكم والى اللقاء. احنا ملوك اللعبة، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع، انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال، اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها، بطولينين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال، بالضربة القاضية هتتشال. الاهلي معلم اجال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا.